ده أول مرة بنعمل ظهور بجد مع بعض، هو بكاركتر وأنا بكاركتر. لا أنتوا ما شفتوش تيام بيغني أصلا عشان نشوفنا نغني سوا. قصة الفيلم كلها قصة جديدة وتوليفة مختلفة. أيوة بتجرجرين إن أنا أحرق ومش هحرق برضه. مش هحرق لك حاجة. لا أنا ما مثلتش معاه قبل كده، أنا كل حاجة عملتها مع بابا ما كانش دور، ده كنت بطلع معاه دي في شرف. عمرنا ما عملنا ظهور صريح مع بعض، ده أول مرة بنعمل ظهور بجد مع بعض، هو بكاركتر وأنا بكاركتر. فدي يعني دي احنا كنا مسيفينها، يعني دي كان بتعرض علينا كتير ان احنا نشتغل مع بعض نعمل حاجة مع بعض، لكن احنا كنا مش حابين نعملها في أي حاجة وخلاص. فلما لقينا الفرصة دي والفيلم ده فحسينا ان البروجكت ده كله سبيشال قوي وليه هو وليا انا كمان، فقلنا ليه لا، يعني دي تبقى تجربة حلوة قوي. لا انتوا ما شفتوش تيام بيغني اصلا عشان نشوفنا نغني سوا. لا لا لا، انا موضوع الغنى ده انا بعيد عنه تماما، انا مركز في التمثيل بس، وهي دي اصل دي دراستي، يعني ده اللي انا بحبه واهتمامي الاول والاخير، فانا مركز في التمثيل فقط. لو هيبقى في حاجه ليها علاقه بالغنى هتبقى بسبب ان الدور محتاج كده، مش انا اللي هروح لها. لا طبعا ما كانش في حد في باله اصلا يبقى في جزء جديد من الفيلم ده، يعني هو الفكره ان الفيلم كلنا كنا بنحبه قوي، هو الموضوع بدا من قريب بس ان هم بداوا يتكلموا عن فكره ان ممكن يبقى في جزء تاني، فانا ما كنتش متخيل ان انا هبقى فيه، لكن هو فكره ان كان في جزء تاني دي بالنسبه لي كانت حاجه حمستني قوي، اللي هو ايه ده الله، دي يعني دي حاجه انا احب اتفرج عليها، وكل حد لما بيعرف ان في جزء تاني بيتحمس جدا، يعني بيبقى عنده نفس الرياكشن بتاعي. قصة الفيلم كلها قصة جديدة وتوليفة مختلفة، واخد الروح بتاعة الفيلم الأولاني بس مقدم الناس بقى بطريقة مختلفة، وفي بعد كده بقى اللي هو فكرة إن جيل الشباب بقى موجود، ما هو اسمه أولاد حريم كريم، ففي بقى الأولاد اللي هو إحنا بقى، فالموضوع فيه برضو كونتراست كده ما بين الجيلين طلع حلو قوي. لا كل الشباب احنا ما بيننا كيمستري حلو قوي، وكلهم اصلا اصحابي وانا بحبهم جدا، معايا رنا رئيس ممثله شاطره جدا وكل الناس بتحبها، وهنا داوود صاحبتي من زمان جدا ممثله مع بعض قبل كده ومع بعض تاني، ومعانا برضو شباب حلو قوي، يوسف عمر ممثل شاطر جدا، وفؤاد محسن ممثل برضو شاطر جدا، وكريم كريم بيظهر لاول مره فبرضو ولد عامل دور حلو قوي، ففي في في ادوار حلوه قوي لكل حد، وكل حد عامل كاركتر معين كده، فالموضوع طلع لذيذ. ايوه بتجرجرين ان انا احرق ومش هحرق برضه. مش هحرق لك حاجه.